يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دعاء الوالد لأبنائه بالهداية هل يعد هذا مستحبا، أو أن الله قد كتب لهم الهداية من قبل أو الغواية من قبل؟ الدعاء لهم بالهداية أمر مشروع، هذا أمر مشروع، ولا يتكل على القدر ويقول الله إن كان قدر هدايتهم ما يحتاج دعاء، وإن كان قدر ضلالهم ما ينفع الدعاء، هذا من الشيطان. الإنسان يدعو ويفعل السبب والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى، والدعاء له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام دعا لذريته، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، دعا لذريته من بعده. نعم.